طب ناخدها حتة حتة. نعم. حاليا كيف ترى العلاقة بين الفلسفة والدين؟ الفلسفة والدين. نعم. أنا في مواجهة أديان لا حصر لها، ده البروتستانتية لوحدها فيها 300 فرع مثلا يعني. شوف بقى الأديان كلها فروعها قد إيه. طيب كل فرع من دول أو كل دين من دول يعتقد أنه حاصل على الحقيقة المطلقة، والحقيقة المطلقة واحدة لا تتعدد، إذا تعددت يدخلوا في صراع، وبالتالي الأديان محكوم عليها إنها تدخل في صراع، لأن كل دين عنده حقيقة مطلقة واحدة، وبالتالي إذا تعددت يبقى مناقض، فتدخل في صراع اللي نهايته الإرهاب. الإرهاب في تعبيري أنا أعلى مراحل الأصوليات الدينية. أنا بقى ما بستخدمش لفظ دين، أنا بستخدم لفظ أصولية دينية، لأنه الأديان كل واحد حر في أنه يعتقد زي ما هو عايز، لكن مجرد أنه عايز يطبق ما يعتقده أنه حقيقة مطلقة على المجتمع، لا ممنوع بالنسبة لي أنا. وده صراع حضرتك من زمان مع الأصولية الدينية، مع الأصوليات الدينية وليس مع الأديان. الأديان حرة ومتعددة وكل واحد من حقه يختار، لكن إذا دخلنا حولنا الدين إلى أصولية دينية بتكبيل العقل ومنع إعمال العقل في النص الديني وأخذه بحرفيته، دي الكارثة. وبالتالي احنا ما زلنا حتى الان، الرئيس عبد الفتاح السيسي بقاله كذا سنه يقول ايه؟ المواجهه الفكريه للارهاب وتجديد الخطاب الديني. ما حدش سائل فيه، ما فيش اي تقدم في هذا السبيل. لا لا لا، اصل دي عايزه جراه، عايزه جراه، لانك جراه هتغير. جراه من مين؟ من النخبه ومن رجال الدين، من السلطه الدينيه ومن النخبة. دي جرأة. في سلطة دينية طبعا، أمال التكفير جاي منين والقتل جاي منين؟ ما من السلطة الدينية. لازم يكون في سلطة ثقافية تحاول تحد من السلطة الدينية بحيث أنه تسمح بالتطور، لكن غير وارد. طب ما فيش مؤشرات شايفها حضرتك حاليا على تقدم إيجابي فيما يتعلق بقضية تجديد الخطاب الديني؟ أنا ما أقدرش أخدع، بس ما عنديش إلا العبارة دي. ليس هناك ضوء في نهاية النفق؟ ما عايز جرأة. طيب الجرأة، وأنا فهمت من حضرتك إنه يعني الجرأة موجودة لدى القيادة السياسية، لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا السياسي. لكن مطلوب الآن يعني دي خطوة، وخطوة أساسية الخطوة التالية. أيوة، ما هو أوروبا كويس أنك أنت فكرتني بالحكاية دي. في أوروبا كان في فريدريك الثاني زي الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل قرار سياسي برضه وقال إيه؟ تجديد الخطاب الديني. قالوا له هات ابن رشد، ده في أوروبا هات ابن رشد، ما فيش عقد بقى زي اللي عندنا. أصدر قرار سياسي بترجمة مؤلفات ابن رشد، ترجمت وعملوا تيار اسمه الرشدية اللاتينية، أخرج أوروبا من العصور الوسطى. إحنا بقى ابن رشد بتاعنا خلصنا عليه، أجهزنا عليه. يعني مات فينا ابن رشد ويحيى ابن تيمية. يموت ابن تيمية ويحيى ابن رشد. ما مرة كان السفير السعودي، كنت مدعو للسعودية يعني سنة 97، وعملنا عشرة كده بسيط قبل كبسة؟ ما نسافر يعني. كبسة ولا ايه؟ اسمها كبسة ولا اعتقد اسمها ايه الاكلة المشهورة عندهم؟
مش فاكر. المهم قال احنا عايزين نتطور، عايزين نتطور، السعودية عايزة تتطور، ناخد كام سنة؟ قلت له ده 100. ده سنة كام يا فندم؟ 97. 97. قلت له 100. لا لا ده كتير. قلت له ده اوروبا خدت 300 و400، لما السعودية تاخد 100 ده كويس قوي. قال لي لا 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 احنا مستعجلين. قلل. قلت له طب 50 بس بشرط تطرده ابن تيميه وتدخل ابن رجال. هاي النهارده بقى سمو الامير ولي العهد بيحاول يعملها. سنه كام دلوقتي؟ 18 مش كده؟ هو اعلن الثوره الفكريه 2018. كان السؤال الموجه ليا 97. قبليها 79 ده سيطرت الأصوليات الدينية على العالم 79.